Audiovisual art is a powerful medium to translate human rights into the day-to-day lives of all Somalis. Art can also serve as a catalyst for dialogue, fostering a deeper understanding and appreciation of the principles enshrined in the Universal Declaration. السلام عليكم. عليكم السلام. هو انت يا ولاد واخبان كرتا سر درت عد شقاوته ما سنت رئيسي فيسو مهنا هالموتر يعني استاق ولا حكي وسعته مليسو بص كين هي حدي عادي فاهم اللي شقاد شرفتي ذا كم هيمسن اقرا على نقادنا توبي قاعد وحيس بدنا وها وحاجري دد نقول هريريسن او اد ودباتي دد كنقول هريريسن او هريريسن جوجا marka ugu marka waxa waxyaabahan ka jilnaa waxa ay true story sheeko dhacday ahayd sheekadan aan jilnay marka waxaan qarinay identity qofkii oo sheekada ay ku dhacday balse waxaan soo bandhignay sheekada iyo sida ay u dhacday topicaan waxaan ugu dhaliyay waxa ka mid ahayd inaan ma aragta u hadalno dadka aanan hadli karin خابك فيلم مكافئ سيد عدالة دي سنانتي دتك عند قف والبو صوماليات وحريه وأسوق حقوق دي سألوا عيارك لين دستور كان هذا دب ملعده جبتر تورو لأن وحكاليس حقوق هذا يومان رايت بس بيوا وحكى لما كاليس فروم بتسكن جبتر تورو لأن وحكاليس حقوق هذا qof walba muwaadin Soomaaliyeed ah oo shacab oo dalkan joogo xuquuq inuu leeyahay xuquuqdiisana ay cadahay dastuurkan uu cadeeyay Soomaanti dad aan waxba haysanin uba waa qofta kaliya uu istaagtay شنجر كيدا إلا إيا أنا قشنك ضدك إي صوت داديان أنت سوي إيا هنجر تي أنيقا نفتك ليا إي عام كنو لهاي كدبنا وحان قوان صدي أنيقا إيا عام قبح بيرو وبحي أيام بيري كدبنا نولشي روحا وهل إيا ها أوكليا حسوسي هناك سنة مهر عام سومري أنا كوجينا كداوينا إن شاء الله. أب معان شاحة كوكينا أنت شاحي إيه الدان كذي كل حب كدياري.